يعلن الديوان الملكي ان حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى ايده الله ورعاه سيكون في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، لدى وصوله إلى البلاد اليوم في زيارة لمملكة البحرين يجري خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدة تتناول العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحات الإقليمية والعربية والدولية ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق متمنيا لجلالة العاهل الأردني طيب الإقامة في بلده مملكة البحرين